لقد تميزت الجزائر دائما بغطاء نباتي هام والذي تشكل على مر الزمان. المناطق الطبيعية شبه قاحلة والمناطق السهوب تميزت بتنوع بيولوجي استثنائي يتمثل في النباتات التي تتكيف مع الظروف البيئية للمنطقة. التصحر وهي ظاهرة انقسم في تعريفها عدة أخصائيين في الميدان بين الجغرافيين، علماء المناخ، ودعاة حماية البيئة، لكن الآراء تتوافق بأن الإنسان هو السبب الرئيسي لهذه الظاهرة، وأن التصحر هو نتيجة لتفاعل بين الإنسان وبيئة معادية ومتغيرة. تكشف الخريطة الجغرافية للمناطق الحساسة للتصحر التي أنجزتها الوكالة الفضائية الجزائرية في 2009 أن هذه الظاهرة مؤكدة في الجزائر، بحيث أن المساحة المعرضة لهذه الظاهرة تقدر بأكثر من 7 ملايين هكتار. إلا أنه ونظرا لشساعة الأراضي المتدهورة تعد هذه الإنجازات غير كافية، مما يتطلب تكثيف الجهود. لهذا الغرض وفي بداية السبعينات تبلورت فكرة إنجاز حاجز غابي لمكافحة ظاهرة التصحر والذي سمي بالسد الأخضر. تم تجسيد هذا المشروع من طرف الجيش الوطني الشعبي من خلال تجنيد شباب الخدمة الوطنية. عملياً تم إنشاء مكاتب فنية متكونة من مهندسين وتقنيين مختصين مجندين في إطار الخدمة الوطنية للقيام بالدراسات الفنية اللازمة. للقيام بعمليات التشجير التي تمت على مرحلتين: الأولى أشغال تهيئة التربة بالوسائل المادية والبشرية المناسبة، تليها عمليات غرس الشجيرات وأشغال السقي والصيانة. ولقد أبدت السلطات العليا للبلاد آنذاك أهمية بالغة لهذا المشروع الذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة التصحر. مشروع النموذج تاع مجبرة هو مشروع يمشي عنده مساحة كمشروع تاع 20,000 هكتار، واللي أنجز منه 13,000 هكتار، حوالي 13,000 هكتار، وكان مشروع ناجح. مكافحة التصحر عندنا هنا اللي صار اللي نحكوا عليها، أن هذا البراج يمتد من أقصى غرب الجزائر إلى أقصى شرق الجزائر على حوالي 1200 كيلومتر، والعرض يتراوح ما بين 5 إلى 20 كيلومتر، واللي أنجز منها مئات الآلاف. يمتد السد الأخضر إلى 3 ملايين هكتار عبر 10 ولايات مهددة بالتصحر، وهي الجلفة، مسيلة، بويرة، مدية، باتنا، خنشلة، تبسة، نعامة، البيض، والأغوات. أخذ مشروع السد الأخضر بعداً على مر السنين من خلال الجهود التي بذلتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من خلال إدارة الغابات بالتنسيق مع المحافظة السامية لتطوير السهوب، بالقيام بغرس الأشجار الغابية والرعوية في المناطق السهبية والجبلية المختلفة. وقد تجسدت العديد من البرامج في منطقة السد الأخضر،
وترتكز أولويات النشاط لإنجاز هذا المشروع على ما يلي: إعادة تأهيل الغابات المتدهورة من الأطلس الصحراوي، حماية مراكز المعيشة والبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ضد التصحر من خلال تثبيت الكثبان الرملية والأحزمة الخضراء، تسيير والتشجير الرعوي لزيادة الإمدادات العلفية، فك الحصار على المناطق المنعزلة عن طريق إنشاء شبكات المسار، تعبئة الموارد المائية من خلال بناء نقاط المياه، وتركيب مجموعات الطاقة الشمسية للسكان. ما هي نقاط القوة والضعف في الحزام؟ هل من المناسب الاستئناف العملي وتحت أي ظروف ولأي أغراض محددة؟ وبالتالي هذه الدراسة لإعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر الذي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سوف تمكن بوضع استراتيجية لحماية وإعادة تأهيل هذا الإنجاز التاريخي الذي يعد آخر حاجز ضد التصحر. ترمي الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: تعيين التهديدات التي يتعرض لها السد الأخضر، تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لهذا الاستثمار، تحليل وأسهام البرامج الفردية ضد التصحر التي أجريت هناك، كذلك اقتراح خطة عمل تنفيذية لتحقيق الانتعاش والتوسع في العمل من خلال استراتيجية تتوافق مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يفرضها واقع اليوم. الهدف العام من إعادة تأهيل السد الأخضر هو تحسين مرونة النظم البشرية والطبيعية في المناطق القاحلة والشبه القاحلة لتغيير المناخ من خلال إدارة النظم الإيكولوجية الصحية والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، أي المياه والتربة والغطاء النباتي والحيوانات، حماية الموارد التراثية الريفية المادية والغير مادية، إنشاء مراكز الريفية في الإنتاج والتنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعيشون في هذه المناطق. يبقى السؤال مطروح، وبالتالي يبقى التحدي: كيف يمكننا خلق ظروف معيشة مقبولة لسكان المناطق القاحلة من دون تدمير الموارد الطبيعية الذي هو حق مكتسب للأجيال القادمة؟ كيف نحافظ على مواردنا الطبيعية التي يعتمد عليها ضمان الأمن الغذائي لبلادنا ومن خلاله على سيادتنا الوطنية؟